طيب الدرس عنوانه ربي يحبني إن أطعته. إحنا يا أولاد لما هنطيع ربنا، طاعة ربنا يعني إن أنا أسمع كلامه، إن أنا أسمع كلام ربنا وأنفذ أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى أمرني بيها، إن أنا أنفذ أي حاجة ربنا أمرني بيها. يعني ربنا أمرني بالصلاة يبقى أنا أصلي، ربنا أمرني بطاعة الوالدين يعني أطيعهم يعني أسمع كلامهم يبقى أنا أسمع كلامه، أمرني بالصدق يعني ما اكذبش يبقى انا اقول الصدق، امرني حاجات كتير حلوه قوي قوي ان انا ابتعد مثلا عن الكذب، عن عقوق الوالدين ان انا ما اسمعش كلامهم مثلا او ما نفذش اي حاجه هم يقولوها لي، ابتعد مثلا امرني ان انا ما اصلي يعني لازم اصلي، ابتعد ان انا ما اصليش، لا يبقى انا اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال ان انا كل يوم بصلي مع بعض. شاطر يا حبيبي ربنا يحفظك. يبقى أي حاجة يا حبيبي ربنا أمرني بيها أنفذها، أي حاجة ربنا نهاني عنها يعني قال لي ما تعملهاش أبعد عنها، زي ما قلت ربنا قال لي صلي يبقى أنا صلي، يبقى أنا كده إيه بطيع ربنا يعني بسمع كلامه، ربنا قال لي ما تكذبش ونهاني عن الكذب لأن الكذب بيكون نهايته وحشة يبقى أنا ما كذبش، أبتعد عن أي حاجة ربنا نهاني عنها يعني قال لي ما تعملهاش. طب أنا لما ربنا هيحبني، لما انا هطيع ربنا ربنا هيحبني، عنوان الدرس ربي يحبني ان اطعته، لو انا اطعت ربنا وسمعت كلامه في كل حاجه الهمنا وامرنا بيها فربنا هيحبني، ولما ربنا سبحانه وتعالى يا حبايبي هيحبني هيوديني فين؟ ها هروح فين؟ حد يجاوبني هروح الجنة. تمام احسنتم يا حبايبي الجنة. تمام هنا عبد الله في المدرسة جنة. تمام عبد الله في المدرسة شايفين الصورة قدامكم اهي، فبيقول الظهر اذن وهو في المدرسة فراح قال لاصحابه يلا مع بعض علشان نصلي صلاة الظهر في جماعة، يعني جماعة يكونوا عدد مع بعض يعني عبد الله ومعاه اثنين او ثلاثة تمام او واحد، يعني الجماعة ينفع ان انت تصليه مثلا انت وباباك لو صليته في البيت يبقى ينفع ايه جماعة اللي هو امام ومأموم، ثلاثة جماعة، اربعة جماعة، خمسة جماعة، كل بقى في المفروض جماعة، جماعة يعني مجموعة مع بعض، وكل ما الصلاة كانت جماعة دي بيكون ثوابها اكتر وبيكون حسناتها اكتر، ده بالنسبة للرجال. فهنا عبد الله بيقول لأصحابه يلا مع بعضينا علشان نصلي صلاة الظهر في جماعة، فراحوا فعلا المسجد بتاع المدرسة علشان يصلوا صلاة الظهر عشان ما يفتهمش صلاة الظهر ويصلوه في ميعاده في الوقت بتاعه وفي نفس الوقت ياخدوا ثواب صلاة الجماعة. كده هم لما صلوا ربنا هيحبهم ولا مش هيحبهم يا حبايبي؟ ها؟ هيحبهم. تمام. طب احنا بقى بنصلي ولا مش بنصلي ولا مش بنصلي؟ بنصلي. تمام يبقى نحاول نعمل صلاه. تمام هنا بنصلي كده ربنا هيحبه وهيدخله الجنه. مريم اهي في الصوره بتقرا قران، طب كل ما تقرا قران وتحفظ القران ربنا هيحبها لان هي بتسمع كلام ربنا وقاعده بتقرا قران، وكل ما تقرا قران تاخد حسنات كتير جدا جدا والحسنات دي في الاخر برضو بتدخلها الجنه، وهي كده بتسمع كلام ربنا قاعده بتقراه تمام كده ربنا سبحانه وتعالى هيحبها وهيدخلها الجنه. نعم انت اصلا في القران لما تقرا حرف واحد بس بتاخد حسنات كتير. ايوه يا حبيبي لما بتقرا الحرف وتقرا كويس تاخد 10 حسنات على كل حرف 10 حسنات. طيب هنا ركزوا معايا عايزين نحفظ التعريف زي حبايبي. معنى طاعه الله سبحانه وتعالى، معنى طاعه الله ايه؟ يعني ايه معنى طاعه الله؟ اطيعه ازاي؟ ان انا انفذ اوامره، يعني انا اسمع الكلام اللي ربنا قال لي عليه، تنفيذ اوامره. ربنا امرني بالصلاه لازم اصلي، امرني بالصيام يبقى لازم اصوم، امرني ببر الوالدين لازم ببر الوالدين، امرني لما اقبض بالزكاه يبقى لازم ازكي، امرنا بالحج
تمام، بس لمن استطاع اليه سبيلا وانا اقدر ومعايا القدره الماديه والجسديه وصحتي كويسه اروح احج، تمام، يبقى كده ربنا هيحبني. طيب واجتناب نواهي، اجتناب يعني ان انا ابتعد اتجنب، نواهي اي حاجه ربنا نهانا عنها، نهانا ان احنا نتكاسل عن الصلاه، نهانا ان احنا ما نسمعش كلام مامتنا وبابانا، نهانا عن الكذب، نهانا عن حاجات كتير جدا جدا مش كويسه ان احنا نعملها، ان احنا مثلا ناذي حد، السرقه، الكذب، كتير حاجات كتير جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها. طيب يبقى طاعه الله سبحانه وتعالى تعني تنفيذ اوامره، تنفيذ اوامره ان انا اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى وانفذه. الاصلي الاصلي، اجتناب نواهي، اجتنب اي حاجه ربنا نهانا عنها، نهانا ان احنا نتكاسل عن الصلاه او ان احنا ما نصليش، يبقى لا، يبقى انا لازم ابتعد عن اي حاجه ربنا نهانا عنها علشان ربنا ما يزعلش مني، تمام، ولان انا عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبني، عشان لما يحبني هاخد حسنات كتير وهيستجيب لدعائي ويدخلني الجنه، وابقى عايش في الجنه اي حاجه انا احتاجها او نفسي فيها الاقيها في الجنه. يبقى لازم نسمع يا حبايبي كلام ربنا سبحانه وتعالى، واي حاجه ربنا قال لنا عليها نعملها يبقى نعملها. ربنا قال لنا اي حاجه نبعد عنها لانها مش كويسه نبعد عنها. وطبعا انتوا هو ما شاء الله بتلاقوا ماما في البيت، لا ده غلط، لا ده صح، نسمع الكلام، لان ماما بتعرفنا، احنا لسه هو طالعين صغيرين مش عارفين بعض الصح من الغلط، ماشي، بعض الحاجات احنا مش عارفين لسه موجودين، ماما بتقول لنا عليها، بابا بيعرفها لنا، تمام. لما تقول لك صلي انت كده بتصلي، لان انت هتسمع اهو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وماما بتعرفك ان ربنا، انت لما تصلي ربنا هيحبك، فانت كده هتسمع الكلام. طب انت مثلا عملت حاجه غلط، ماما قالت لك دي حاجه غلط ربنا هيزعل منك، يبقى تبعد عنها علشان ربنا ما يزعلش منك ومامتك برضه ما تزعلش منك، تمام. يبقى طاعه الله سبحانه وتعالى تعني تنفيذ اوامر. نعم، عايزه اقول حاجه برضو ربنا قالها. اتفضل يا حبيبي. تيتشر انا بنت، عشان انا جايبه على الكتاب فانا مش شايفه الاسماء قدامي، اتفضلي يا حبيبتي، معلش انا عشان انا بس جايبه على الكتاب قدامي. وكمان ربنا قال ما ينفعش تقول لمامتك وباباك اوف. طبعا، ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما. شطوره، احسنت، بارك الله فيكي. طيب طاعة الله تعني، عايزين نحفظ التعريف ده، طاعة الله تعني تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، وأنا شرحت التعريف ده كويس. يبقى طاعة الله تعني تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، نحفظه، طاعة الله. نعم. نقفل المايكات، وما اخلص كلامي انا هسمعك يا حبايبي، نقفل المايكات، تمام، نقفل المايكات حاليا. يبقى طاعه الله سبحانه وتعالى تعني تنفيذ اوامره واجتناب نواهيه. نبص بقى هنا صور الطاعات اهي، عبد الله بيقول لنا صور الطاعات، جايب لنا امثله للطاعات. اول واحده هنا عبد الله بيذاكر، ده الكتاب مش القران الكريم، الصوره دي اهي كانت القران الكريم، تمام، انما ده كتاب. لما عبد الله مامته وباباه قالوا له ادخل ذاكر يا عبد الله علشان تكون متفوق وناجح وتطلع من الاوائل وتدخل الجامعه او الكليه اللي انت عايزها، عشان نفسك تكون دكتور، مهندس، ضابط، اي مهنه انت تحب تكون نفسك فيها وتحب تدخلها، فلازم تذاكر كويس وتجتهد علشان تطلع انسان ناجح، انسان متفوق، تنفع نفسك واسرتك وتنفع بلدك ووطنك وتنفع الناس كلها. فلازم نجتهد في الدراسه بتاعتنا. لما مامتنا وبابانا يلا نذاكر، يقولوا لنا يلا نذاكر مع بعض، يلا نراجع، يلا نشوف الدرس، يلا نشرح، يلا نكتب واجب، يلا ندرس، لازم نسمع الكلام بتاعهم، لان هم عاملين على مصلحتنا وعايزيننا نبقى متفوقين وممتازين واحسن الناس. فهنا عبد الله دي من صور الطاعه، ان هو دخل يذاكر علشان يكون انسان مجتهد متفوق ونافع لنفسه وللناس. الصور الثانيه
ادي مريم بتساعد جدتها، وانا قلت ان احنا نساعد الاكبر مننا سواء بقى كبار في السن او محتاجين او مساكين. ادي مريم جدتها هي كبيرة، فهي بتساعدها ان هي تقوم من الكرسي علشان تمشي. مريم كده ربنا سبحانه وتعالى هيحبها، لان هي بتنفذ كلام ربنا سبحانه وتعالى. الصورة اللي بعدها صورة عبد الله وهو بيصلي. ربنا امرنا ان احنا نصلي ونحافظ على الصلاة، تمام؟ فهنا عبد الله هو بيسمع الكلام وبيصلي، كده ربنا هيسمع هيحبه لان هو سمع كلامه واطاعه، فكده ربنا يحبه ويرضى عنه. واي حاجة عبد الله بقى يدعي ربنا بيها او نفسه فيها ويدعي ربنا ويقول عليها، ربنا هيستجيب لدعائه ومش هيزعل عبد الله، لان ربنا وعد ان اللي هيسمع كلامه وينفذ كل حاجة طلبها منه ان هو هيحبه، تمام؟ ومن ضمن حب الله ان هو يستجيب لدعائه، اي حاجة عبد الله يطلبها من ربنا ربنا هيحققها له. فاحنا لازم يا حبايبي نسمع كلام ربنا ونعمل ماشي كل حاجة ربنا قال لنا عليها، زي الصلاة، زي طاعة الوالدين، زي مساعدة الأب والأم وكبار السن، كل حاجة كويسة حلوة نعملها علشان ربنا سبحانه وتعالى يحبنا، ماشي؟ ويكون راضي عننا. ودي من صور الطاعة. ادي مريم، مريم بتقدم الطبق فيه الحليب للقط، اهو شفت، ادي دي الرحمة، الرحمة بالحيوان اهو، يعني مثل القط مش بتعذبه، لا ده هي بتطعمه لانه ممكن يكون جعان او عطشان، فكده ربنا سبحانه وتعالى هيحبها لان هي رحمت القط الضعيف، ماشي؟ لان ربنا امرنا ان احنا نرحم الحيوانات ونرحم الطيور، ماشي، ونرحم الانسان برضو قبل اي شيء. فهنا مش لما نشوف مثلا طائر او اي قط او نعذبه، لا احنا نهتم بيه، ماشي، نساعده لو في مقدورنا، تمام؟ هنا دي صور الطاعات، دي صور الطاعات. طيب هنا بيقول لنا صفات الطائعين، جايب بعض يعني جزء من صفات الطائعين الذين يحبهم الله تعالى، الذين يحبهم الله تعالى. أول واحدة منها شايفين الصور ديت شكل الشمس اهو، جايب لنا بس ثلاثة، واحنا مش هناخدهم كلهم، هناخد بس ثلاثة لأن صفات الطائعين كتير جدا جدا. جايب لنا منهم ثلاثة. أول واحدة كلمة متصدقين. يعني إيه متصدقين يا حبايبي؟ يعني بتصدقوا، بتصدقوا سواء بالفلوس اللي هو المال، سواء بالطعام، سواء باللبس، تمام؟ سواء بالكلمة، الكلمة الطيبة صدقة، تمام؟ المتصدق، أنا شفت واحد محتاج، ماشي؟ أنت مثلا أنت كطالب، بابا او ماما عطوك مصروفك ربع دينار، نزلت البقاله اشتريت ب200 فلس وبقى معاك 50، وانت طالع اكمل كلامي وبعدين اسمعك عشان وقت الحصه بس ما يضيعش، ماشي حبيبه قلبي؟ لو في وقت متبقي هسمعك حاضر. متصدقين يعني انا زي ما كملت كده، حد ما زميلتك وقفتني، انت بس وانت طالع جيت عامل بسيط عمال ينظف في الشارع وبيكنس فيه، ممكن تديله 50 فلس، دي ده ربنا هيحبك جدا جدا، والراجل ده هيجي لك دعوه كويسه، اتبقى معاك 100 فلس، دي لقيته وانت ماشي مثلا في السياره مع مامتك مع باباك، عطيتها لحد محتاج، ده كده ربنا هيفرح بيك ومامتك برضه هتكون مبسوطه منك. طيب انت عندك لبس زياده واللبس ده كويس واللبس حلو، ممكن تشوف حد محتاج ما عندهوش لبس وتتصدق بيه، وهو والناس محتاجه تلبسه، الناس هتكون مبسوطه وربنا برضه هيكون مبسوط منك ويفرح بيك. طيب انت مثلا عندكم حد محتاج، شايفين حد محتاج وفي اكل عندكم متوفر زياده، ممكن تنزل له، تمام، وتطعمه. دي كلها يعني امثله للصدقه، الكلمه الطيبه، تمام، ان انت تتكلم مع اي حد باسلوب كويس، كلمه حلوه، تمام، حتى لو جالك سائل وانت مثلا مش معاك، لا قول له اي كلمه، ربنا يرزقك، رب اي حاجه ربنا يكرمك، اي كلمه كويسه ما تزعلهوش، دي صدقه، اي كلمه مع اي انسان. يبقى متصدقين اللي هم بيتصدقوا، بيطلعوا من اموالهم اللي هي الفلوس، من اللبس، من الطعام، كلام للفقراء، للمحتاجين، للمساكين، دول ربنا سبحانه وتعالى يا اولاد بيحب المتصدقين. تاني حاجة بارينا بالوالدين. يعني ايه بارينا بالوالدين يا حبيبي؟ احنا دلوقتي
لازم الوالدين اللي هم الاب والام باباك ومامتك لازم يا حبايبي نطيعهم، يعني انطيعهم يعني نسمع كلامهم ننفذه ماشي، لان هم دايما بيقولوا لنا على كل حاجه صح، وكل حاجه هم بيقولوا لنا عليها خلي بالكم هي الصح، ولما بيبعدونا عن حاجه هم عارفين ان الحاجه دي غلط والحاجه دي وحشه عايزين يبعدونا عنها، تمام؟ ان هم في الاول يا حبيبي عايزين مصلحتكم، عايزينكم تكونوا كويسين، عايزينكم تكونوا احسن الناس، فبيعملوا كل اللي يقدروا عليه ان هم يبعدوكم عن اي حاجه وحشه ويدلوكم ويعرفوكم الطريق الصح. تاني حاجه بارين بالوالدين ان انا بقى ايه ابرهم لما يكبروا، برضو يا حبايبي احنا هنكبر وهم هيكبروا في السن، لازم هم دلوقتي بيهتموا بيا وبيرعوني وبيجوا لي كل حاجه نفسي فيها وكل حاجه انا عايزها وبيربوني كويس، ولو تعبت لا قدر الله بيسهروا على صحتي وبيسهروا معايا لحد ما ايه اكون كويس وام سليم، لازم برضو هم اهتم بيهم لما يكبروا اراعيهم واهتم بيهم واشوف طلباتهم وما اسيبهمش، تمام؟ لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ببر الوالدين. ثالث حاجه رحماء، شفت الصوره بتاع مريم ديت لما رحمت القط، هذه صوره من صور الرحمه، تمام؟ رحماء ان انا ارحم الانسان الضعيف، ان انا ارحم الطيور، ان انا ارحم الحيوانات، لازم يكون في قلبي رحمه، تمام؟ يبقى هنا صفات بعض من صفات الطائعين، بعض من صفات الطائعين عدوا معايا على صوابعكم، اول واحده متصدقين، متصدقين، ثاني واحده بارين بالوالدين، بارين بالوالدين، ثالث واحده رحماء، رحماء، يبقى صفات الطائعين، متصدقين، متصدقين، بارين بالوالدين، رحماء، تمام؟ انتوا فاهمين كده لحد ما انا قلت دلوقتي فاهمينه؟ ها؟ حد مش فاهم حاجة من اللي انا قلت؟ فاهمينه. في حد مش فاهم حاجة من اللي انا قلتها؟ أعيدها؟ مفيش أي مشكلة؟ فاهمين. ماشي. فاهمين. تمام. فاهمين. ماشي يا حبيبي. طيب هنا ماشي يا حبايبي، خلاص نقفل المايكات واسمعوني. بعض من ثمرات حب الله تعالى للطائعين، انا بقى لما ربنا يحبني ايه اللي هيحصل لي؟ اول واحده هفوز بقى بمحبه ورضا الله تعالى من رب. نعم 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 والله. نعم. اقول لك على حاجه كمان ربنا قالها. اتفضل. وقال لنا نساعد الفقراء. ما انا اقول ماشي الصدقات اللي هي طيب ماشي شطوره حبيبتي. طيب بعض من ثمرات حب الله تعالى للطائعين، انا لما ربنا يحبني بقى هفوز بايه؟ محبه ورضا الله تعالى، انا لما اسمع كلام ربنا هفوز ان ربنا حبني وبيحبني وهيكون راضي عني، ودي حاجة كويسة جدا جدا، يعني أنا كده لما أطيع ربنا يعني أسمع كلامه أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيحبني ويكون راضي عني. تاني حاجة محبة الناس، لأن أنا لما هطيع ربنا وهسمع كلامه هصلي وأطيع مامتي وبابايا ومش هكذب ومش هعمل حاجة غلط وهكون مؤدب ومحترم فالناس هتحبني، يبقى تاني حاجة هفوز بحب الناس. تالت حاجة حفظ الملائكة، ربنا سبحانه وتعالى هيخلي الملائكة تحفظني، تمام؟ رابع حاجه استجابه الدعوه، ان ربنا سبحانه وتعالى اي دعوه بقى انت نفسك فيها لما تعمل الحاجات الحلوه دي كلها، اي دعوه انت نفسك فيها ربنا سبحانه وتعالى هيستجيبها ويحققها لك. يبقى هنا بعض من ثمرات حب الله للطائعين، اول واحده محبه ورضا الله تعالى، ان ربنا يبقى لما اسال اقول ايه؟ قل لي بعض من ثمرات حب الله تعالى للطائعين، هقول اول واحده محبة ورضا الله تعالى، محبتي ورضا الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيكون بيحبني وراضي عني. تاني واحدة محبة الناس، تاني واحدة محبة الناس. تالت واحدة حفظ الملائكة، تالت واحدة حفظ الملائكة. رابع حاجة استجابة الدعوة، هقولهم تاني وعدوهم معايا على صوابعكم. أول حاجة محبة ورضا الله تعالى،
مسألك في الأسئلة إيه هي ثمرات حب الله تعالى للطائعين، هتقولي أول حاجة محبة ورضا الله تعالى، تاني حاجة محبة الناس، تالت حاجة حفظ الملائكة، رابع حاجة استجابة الدعوة. تمام؟ تمام ولا أقولهم تاني؟ تمام ولا أقولهم تاني؟ تمام. طيب هنا ادي الفاظة بتاع الورد ديت، شايفين شكل الزهرية ديت جايب لنا فيها ايه؟ برضو ثمرات حب الله، اول واحدة محبة ورضا الله تعالى، تاني حاجة محبة الناس، تالت حاجة حفظ الملائكة، رابع حاجة استجابة الدعوة اللي انا لسه قايلاها. طب ايه اللي انا اتعلمته بقى من الدرس ده يا حبايبي؟ ايه اللي انا اتعلمته النهارده من الدرس؟ اول حاجة الحرص على طاعة الله تعالى في كل الاحوال، ان انا اكون حريص ان انا اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حال. تمام؟ تاني حاجة حب الله تعالى لعباده الطائعين، ان ربنا سبحانه وتعالى هيحب عباده الطائعين، هيكون بيحبهم، ان ربنا هيحبني. تالت شيء من ثمرات حب الله تعالى طائعين، محبة الله اللي احنا خدناها فوق ورعايته، تاني حاجة حفظ الملائكة، تالت حاجة محبة الناس لهم، وفي برضو استجابة الدعوة. ايه اللي استفدتوا من الدرس ده؟ ان انا اطيع ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي استجابة الدعوة، استجابة الدعوة. تمام كده يا حبيبي؟ طبعا الوقت ضرب والتيتشر جات اهي، الحصة الجاية انا هراجع معاكم الدرس ده وحل الأسئلة. تمام؟ الحصة الجاية بإذن الله تمام هراجع معاكم الدرس ده وحل معاكم الأسئلة. لا التربية الإسلامية يا حبايبي، لا تمام؟ بإذن الله هو في التربية الإسلامية هبقى أعمل لكم ورقة عمل سؤال وجواب، ورقتين ورقتين ماشي، سؤال وجواب، وهبقى هرفعها لكم هنا على التيمز، وبإذن الله أنتوا إيه هبقى أسألكم فيهم شفوي. التيتشر واقفة تمام؟ خليكم ان شاء الله اشوفكم الحصه الجايه باذن الله. السلام عليكم. ماشي باي.